الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الفقه حياة، وهذا البرنامج كما تعلمون في كل يوم يأخذكم في رحلة رمضانية مباركة، فيها جانب روحي، فيها جانب تدبر في آيات الذكر الحكيم، وأيضا نمر على أسئلتكم المباركة ونقف عندها للإجابة عليها من خلال ضيفنا المبارك سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله سيدنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن على بركة الله نبدأ معك مشاهدنا الكريم، بإمكانك أن تتصل وتشترك إن شاء الله بعد 13 دقيقة من الآن، وتبدأ بطرح أسئلتك، وسماحة السيد هنا إن شاء الله يجيب على هذه الأسئلة الكريمة. سيدنا، اعتدنا ويا له من اعتياد كريم أن نبدأ بآية مباركة، وآيتنا التي اخترناها هذا اليوم مضمونها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. تفضلوا سيدنا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صافا من الآيات المهمة والأساسية والفارقة، يعني تعطي حسب تعبيرنا مقياس مهم في في عملية الاتباع والانتماء والطاعة. وأنت تريد أن تتبع من تتبع، تريد أن تطيع من تطيع، تريد أن تنتمي لمن تنتمي. هذه الآية تبين مقياس مهم جدا. يقول: أيها الناس، أنتم ماذا تريدوا؟ تريدوا الحق أو شيء آخر؟ اسألوا شركائكم. شركائكم يعني جماعة اللي أنتوا عليه حال تعتبروهم أنهم أنداد لله، أنداد لله، وتطيعونهم بعض الأحيان أكثر من طاعتكم لله. اسألوهم أنه من يعرف الحق؟ فما يعرف الحق إلا الله، الله يعرف الحق. والحق إذا كان هو الله فهو الذي يعرف مواطن الحق عند البشر. هذا مصدر حق، هذا مصدر حق، هذا باطل، هذا متلبس، هذا ملبس، هذا مدلس، هذا يعرف رب العالمين. ولذلك يشخص رب العزة عز وجل بطريقته التي عرفناها، أنه يجتبي ويختار من عباده رسلا، أنبياء، أوصياء، أئمة، وشكله لا أئمة يدعون إلى الخير. فقال: أيها الناس، اتبعوا إبراهيم إنه حنيف، اتبعوا كذا. فهو في واقع الحال يجتبي ويختار أنبياءه لأنه يعرف أنه أصحاب شنو؟ حق. والذي يكون صاحب حق أحق أن يتبع، أما الذي لا يهدي إلى الحق كيف يهدى؟ يعني شلون الواحد اللي أكون مثل لطيف، فاقد الشيء شنو؟ لا يعطي، لا يعطي، اللي ما عنده شيء شلون ينطي؟ أنا أتبع واحد هو ما يفهم شلون أدري أتبع واحد حتى يفهم؟ يطلع واحد للصحراء يقول: أيها الناس، أنا طالع للصحراء. كيف؟ أكو ياب أكو حسب تعبيرنا شنو؟ دليل، دليل، دليل الصحراء فلان وفلان وفلان، روح وراهم وامشي وراهم شنو؟ مغمض. صحيح، لأنهم أدلاء. أنت تريد أن تبع أن تذهب وراء أشخاص حتى يهدونك أو حتى يضلونك؟ سؤال، هذا أول سؤال على الاستمارة نكتب. ما الذي تريده؟ هل تريد الهداية أم الضلال؟ جواب: أريد الهداية. هل الهداية عند كل أحد أم عند بعض؟ قطعا ليست عند كل أحد، عند البعض. الذين أصحاب هداية، من هم أصحاب الهداية؟ من له العلم؟ من له البصيرة؟
من له كذا، اللي كلها تأخذك إلى الحق. نعم. فالذي يكون صاحب حق وصاحب علم وصاحب دراية هذا أحق أن يتبع. شوف الإدانة عجيبة، يعني شوف الآية أخواني من سورة يونس آية 35، قل هل من شركائكم، يا محمد يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول صلى الله عليه وآله، قل لهؤلاء قريش وجماعتهم، قل من شركائكم من يهدي إلى الحق، منو اللي يجركم إلى الحق، منو؟ قل الله يهدي للحق، ماكو أحد إلا الله. لأن موازين الحق مو أنت وأنا يا شيخ، موازين الحق مو مزاج ومزاجك، نعم، مو رأي ورأيك. حتى فقهاءنا أعزهم الله فإنهم لا يقولوا من عندياتهم، إنما أدلة. لما تقول لمولاي ليش هذا حرام، يقول دليل فلاني الآية الفلانية، ليش هذا حلال الآية الفلانية، يعني لا يقول من عندهم. ومن قال من عنده فقد ضل، كما يقول الإمام الصادق لبعض تلامذته الذين شذوا عنه، قلت إذا جاءتك كذا شلون تحكم، قال أحكم، اسمعوا جيدا، قال أحكم بكتاب الله، قال إذا ما وجدت في كتاب الله، قال برأيي، قال برأيك، أنت من حتى تحكم برأيك؟ ولذلك صار عندنا مدرسة في الإسلام أو في المسلمين، مدرسة الرأي والاستحسان. هاي مدرسة الرأي والاستحسان من المدارس الباطلة، الإمام الصادق حاربها. وكل الروايات اللي يشوفوها أستاذ مرتضى الآن، ذول يهجمون على التقليد، يقول شوفوا الروايات الإمام الصادق يقول لا تقليد، لا إفتاء، لا تفتوا، كل هاي الروايات وردت في قبال مدرسة الرأي والاستحسان. نعم. يعني تضرب ذاك المنهج، بس الجماعة شنو؟ قالوا يلا خلي احنا نخلط الحابل بالنابل عسى نطلع جماعة يتبعون في هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى يهدي إلى الحق. نعم. بعدين شو يقول رب العالمين؟ أفمن يهدي إلى الحق اللي يوصلكم للحق أحق أن يتبع. ترحون ورا علي بن أبي طالب. أما لا يهدي إلا أن يهدى، أو ترحون وراء واحد اللي ما يدري إلا أن يتعلم، لا يعرف إلا أن يعرف، لا يهتدي إلا أن يهدى، يعني هو فاقد الشيء، أيهما؟ ونحن في مثل هذه الليلة، ليلة ميلاد الإمام الحسن المجتبى صلى الله عليه وسلم، نقول أيها الأحبة شوفوا الإسلام ما بي حسب تعبيرنا مجاملاته مياناته كذا، الإسلام إلى مقاييس دقيقة، إلى مقاييس دقيقة. الآن أحد الأخوة في برنامج قبل هذا سألني سيدنا شو المشكلة، الشباب جاي يسمعونك تقول أنه الصوم الأغاني ما تفطر، التبرج ما يفطر، وحدة ما لابسة حجاب ما يفطر، الصوم صحيح. فإذا هالشكل سيدنا شو المشكلة وين؟ قلت ممتاز، نعم الصوم صحيح، ولكن هل مقبول؟ احنا مشكلته وين المقبولية؟ فرق بين الصحيح والمقبول. والمقبول مقبول، الله يقبله، الله ما يقبله. كم من صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. الله ما يقبله. ليش الله ما يقبله؟ سألني الأخ، خوش سؤال، ليش الله ما يقبله؟ قلت لأن الله سبحانه وتعالى عنده باكج كامل، عند الدين، يقول هذا الدين كله أريده واحد، مو يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ماكو تؤمن ببعض تكفر ببعض، ما يصير، لو كله لو ما يصير. هنا الله سبحانه وتعالى يقول يابا الذين يتبعون الذين يهدون إلى الحق علي وأولاده، أو من أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا. نعم. أما أنه جنابك الكريم تذهب من هنا وهناك، الآن حتى في قضايا غير يعني حتى في القضايا الأخرى، قضايا الأخرى يعني الآن أنا ابني مريض، نعم، واقعا أخذ ابني إلى واحد توا سنة أولى طبية، لا هذا مسكين هو يحتاج يتعلم، نعم، فأخذ إلى من؟ إلى المتخصص المتخصص. ليش؟ لأن خطيرة، وضع ابني خطير. فحتى الأمور نذهب إلى الخبير، نذهب إلى العالم، نذهب إلى الهادي، نذهب إلى
الواقع الذي له خبرة في هذا المجال. في القرآن يقول لك ما لكم كيف تحكمون، شنو هالطريقة هذه، شنو هالأسلوب هذا، أن تذهبوا وراء الجهلة حتى وين؟ حتى والله أتعلم. جهل ما يعلم، والفاسد ما يصلح، والله أروح وراء هذا الفاسد، هو فاسد شو يصلح من عندك؟ فاذهبوا أيها الأحبة إلى طريق محمد وآل محمد، فإنه طريق هداية، وكما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في جملة كلماته أنه أهل بيتي سفن النجاة، أهل بيتي سفن النجاة، إذا ركبناها نجونا وإذا تركناها هلكنا وغرق. سيدنا، اتباع القلب يعني يلغي أو يلغي اتباع أو طريق العقل نهائيا، بحيث كل شخص يتبع هواه أو حبه لشخص معين، لمنهج معين، لدين معين، لمذهب معين، بعد ما يشوف أنه هذا يعني لا يهدي إلى الحق، الكل يشوفه يهدي إلى الحق. أحسنتم المشكلة أن الاعتقاد إنسان لما يعتقد بشيء ويعقد قلبه على شيء، بعد حسب تعبيرنا يغلق أبواب التفكير. نعم، وهذا اللي ورد في روايات عديدة، شوفوها في كتاب لطيف، هذا أنا يمكن بينته في يوم الأيام. نعم، تحف العقول، كتاب لطيف، أنه الحب يعمي ويصم. الإنسان لما يحب شيء، لما ينتمي لشيء، لما يقتنع بشيء، خلص يعتقد هذا كل شيء، وهو الحق المطلق، وهو الصحيح المطلق، وهو الكذا. وهذا جهل مركب. يعني شو جهل مركب؟ يعني تجهل أنك جاهل. نعم، هذا اللي الآن تدرون أنتم الآن، قد واحد يقول ها السيد تكلم سياسة، لا ما أتكلم سياسة، أتكلم تاريخ ومعرفة. يعني 70 من 1917 إلى قبل 20 سنة، نعم، حكمتنا أو تيار على حال الثورة البلشفية والماركسية والاشتراكية، تدرون، نعم، أخذت دور، وكثير من الناس ذهبوا وآمنوا وقاتلوا في سبيل الفكر الماركسي والفكر الكاتبين. أنه بعدين طلع واحد من عندهم قال يابا هذا لازم يصير بالمتحف، هذا الفكر مو فكر يعني صحيح. فشوفوا أنه 70 سنة 80 سنة واحد يقاتل عن قضية، بعدين تبين أنها شنو؟ ليس لها أي جذر وليس لها أي صحة. إحنا أنا أخاف على هذه القضية، أنه في كثير من الأحيان إحنا نتبع أشياء ونروح وراء أمور ونؤمن بشخصيات ونقاتل في سبيل فكر معين أو خط معين، بعدين لا إله إلا الله، وين أخذنا؟ أعتقد آية في سورة الكهف، أعتقد الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هالشكل، أنبئكم بالأخسرين أعمالا، هالشكل الآية، أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، يصور هو الطريق صح، هو طريق حق، وتبين وين هو في غلط. تشوفوا أنا يحسنون، اكتبوا كلمة يحسنون راح تطلع، يحسنون صنعا، هؤلاء الذين الله يقول أنا أنبئكم، أفهمكم، أخبركم أن أقرأها الآية سيدنا، أنا طلعت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. حلو، شوفوا، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في سورة الكهف؟ نعم، في سورة الكهف الآية 104. أحسن، شوفوا إخوان، جاي يقول أنتم لا تتخذون أولياء من دون الله، لا تروحوا ورا جماعة فلان وعلان، ترى أكو خط إلهي واضح، خط محمد وعلي محمد. أحسنتم، تعرفون الحق هذا، والحكم لا يعرف بالرجال كما بينا قبل أيام. أيها الأحبة، أيها الشباب، أيها الفتية، أيها العاملون، أيها الفاعلون، أيها الذين تريدوا أن تعملوا لمجتمعكم، تصلحوا أموركم، اذهبوا إلى الطريق الصح. لا يوم الأيام أنت تتفاجأ بأن أنت في وادي، نعم، الإسلام والحق في وادي آخر.
أحسنتم سماحة السيد على هذه الالتفاتات المهمة وهذه التوضيحات، شكرا جزيلا. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركات والاتصالات على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. مشاهدنا الكريم بإمكانك أن تتصل وتطرح سؤالك، وسيد هنا إن شاء الله للإجابة على هذه الأسئلة. وأول الاتصالات والمشاركات من الأخت الكريمة ملاك. أختي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة السيد يسمعني؟ نعم يسمعك أختي تفضلي. مولانا أول شيء أطلب منك الدعاء. نعم. تدعي لي أنا مريضة. نعم. وودي لك السؤال. أنا مريضة وعندي هبوط وعندي فقد دم. نعم. ويعني نصوما أتأذى أكثر. نعم. ولا صمت أتأذى أكثر أذوخا وأتمدد. يقولوا لي باطل عليك الصيام، بس انا لا الحمد لله والشكر صايمه من بدا رمضان واللي جاي. تقدرين شويه توضحي لي يعني شنو تتاذين لما تصومين؟ يعني دوخه عندي، دوخه كلش. نعم. ما اقدر اقاوم على روحي. عندكم مداخله. الحمد لله الان تتكلم معانا بصوت جميل وقوي ونشيط، وهذا يعني اني الله سبحانه وتعالى مقويك يعني الحمد لله زين. اي صحيح انا يعني بس دوخه عندي دائما. وهبوط يصير 4 درجات او 5. الله يعطيك العافيه، يعطيك يمن عليكم بالعافيه والسلامه. السؤال الثاني. الثاني نعم. عندنا اختي حامل بس هي مسوي عمليه هبط، والدكتوره منعتها من الصيام. سوي عمليه شو ما هو حكم علي؟ هبط حتى اللي نعم. يحط في نعم واضح؟ والطبيبه منعتها من الصيام. اي الدكتوره منعتها. هي جربت الصوم ولا لا؟ لا ما جربت. اذا هي الدكتوره قالت لها مو تنعي الصيام، هي على صفحه واحده ربط عمليه. واضح يعني على الطفل ربما على الجنين مو زين صح؟ اي صحيح. واضح. سؤال اخر اختي. تفضلي تفضلي. نعم براحتك تفضلي. واختي عندنا شارت محافظه غير محافظه. نعم. وهي تسوي مجالس للامام الحسين كل العاشره. نعم. ومن شارت المحافظه حطت بيت اجار صغير يعني ناس غرب يمها ما قدرت تسوي بعد المجال. نعم. تقول هل ما حرام عليها؟ هي مو بنذر. هي مو بنذر صح؟ عادة. لا لا مو نذر، هي عليها عادة، هي كل محرم هي تسوي مجال. تمام. سؤال اخر وهي السؤال الرابع ولو عذبتكم. يلا على اخر سؤال ان شاء الله تفضلي. ان شاء الله. هم مرت اخوي حامل هي فطرت 5 ايام ما صامت. تقول ايش تطي كفارة؟ تستغفر. زين هي ليش فطرت اصلا؟ ما خلاها اخوي يقيم مو زين على الطفل. ها واضح. شكرا. شكرا لحضرتك، تحياتي اختي الكريمه وشكرا جزيلا. من اتصال الاخت ملاك الى اتصال الاخت ايات. اختي الكريمه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله علينا وعليكم ان شاء الله اختي، اهلا وسهلا. سيد أنا اتصلت على موضوع قرن بامجة بس الصوت مو واضح أختي آيات، الصوت مو واضح، يا ريت تكون أنا جاية. أي هسا أوضح شوي. نعم. تفضلي. سيد أنا عندي موضوع صار لي بامجة مدة 10 سنوات، يعني أنا عمري 21 وبامجة صار لي 10 سنوات يعني قبل نسمع الموضوع عمر الطفولة. نعم نعم نسمع الموضوع. فأنا حبيت أحكي بيه، يعني كل ما أريد أحكي بيه أتردد، كل ما أريد أوصل هاي الرسالة اللي رامتها صار لي 10 سنوات والله أتردد، يعني أحس إنه حاجز يوقفني، إنه دموعي تنزل. إنه نسمع الموضوع أختي آيات لأنه اتصالات كثيرة، آسف جدا، يا ريت نختصر شوية، تفضلي. سيد أنا قبل 10 سنوات كانت عمتي مريضة ومسوي عملية، فإجت نسوان إلى عمتي، والمرة اللي كانت جالسة يم عمتي كانت تحكي عن رؤية للإمام، فأنا كنت طفلة فنست هاي الرؤية، فخرجت من بيت عمي وجيت لبيتنا بالطريق، يعني ظلت آني بالي يم الرؤية مع حلم الإمام، إن شلون شافت الإمام، إن شلون حدثت الإمام، فظلت ببالي، فأنا كنت ما أعرف يعني ما عندي تليفون مثل حاليا وأقدر أبحث وأشوف إنه على ال إنه أشوف الإمام وهاي، فظلت ببالي إنه أركز أريد أشوف الإمام بالحلم. نعم. الإمام علي أو الإمام الحسين. فظلت ببالي وأنا طفلة وأدعي أدعي وأصلي وأظل، يعني صار عندي عشق إلى درجة الجنون، صرت أطلع وأحكي ويا نفسي ويا الإمام المهدي.
فعلى قد ما شخص الإمام المهدي صرت أنام آكل أشرب أتنفس الإمام المهدي. والله يا سيد قسما بكتاب الله وحق رسول الله على الكلام اللي أتكلم به، وإذا دروا من الأيام ذهبت زيارة الحسين وحق الحسين الشهيد وهذا شهر رمضان. سيد هاي قبل 10 سنوات وأنا كنت طفلة يعني ما أفهم. نعم. ذهبت زيارة الحسين والله العظيم كنا جالسين كنا يعني تحت مثقف. أنا قبل ما أعرف مثقفات ما أعرف يعني الحضرتين ما أعرف من الجهة منا الحسين ومنا العباس، فإنسانا جالسين وعماتي اللي وياي والنساء اللي وياي كان يريد يمشن. بس لطفا الاختصار أختي آيات إذا أمكن، إذا أمكن الاختصار. نعم. فأنا رحت أريد أروح وياهم للزيارة، فكل شيء بداخلي قال لي لا تروحين وياهم، يعني صوت بداخلي قال لي لا تروحين روحي وحدك. فصدق أنا رحت وحدي وأنا طفلة صغيرة، فذهبت إذا أني مفتش النساء مال الإمام العباس. نعم. فالتفتت يا ولا إذا أني شفت الحضرة مال الحسين ومال العباس أنا خفت. يعني كنت لا أعرف رقم لا أعرف شيء. نعم. وخفت حيل واي خفت. فأول مرة أنا يعني قلت لك إنه شاهد ليش منظر بالحسين وهاي وما أعرف قسمة. هسا أنت قاعد تختصرين أختي آيات، هسا أنت قاعد تختصرين، إحنا نريد اختصار لطفا يعني وراش اتصالات كثيرة. تفضلي. فأنا واقفة يمي يعني واقفة بين الحضرتين قلت له يا إمام المهدي ماني يومي أحكي وياك اليوم أنا ضعت أريدك تجي تاخذني يعني توديني لهني هيك بصوت خافة قلت له أنا طفلة والله العظيم. وأنا واقفة شخص لزمها الإيدي قسما بالله، واللزمة اللي لزمتها بإيدي يعني شلون ترهب تخوف، وهو وخلى يعني شلون إيده على راسي والله العظيم بهذن الكلمات لطاغين. قال لي لا تنظرين إلى الوراء قسما بالله هذين الكلمات، قال لا تنظرين إلى الوراء. نعم. ويا ابنتي لا تخافي قسما بالله. وبيده أخذني والطريق اللي مشينا بيه يعني ما مشينا الطريق طيب. بيله آيات أختي بس حتى أختصر على حضرتك وعلى وقت البرنامج. أنت الآن تريدين تروين هذه القصة بس لو عندك سؤال خاص بيها. نعم عندي سؤال. السؤال هو شنو؟ يعني السؤال يعني هل هو الإمام المهدي يعني بهاي الرؤية؟ واضح هل الإمام المهدي. أحسنتي. عندي سؤال آخر أختي الكريمة. أي نعم. ونفس اللي أنا بتحلم من رجعت من الحسين بتحلم نمت وشفت الإمام المهدي. ما أنا توقعت عندي سؤال. بليلة عيد ميلادي وبيوم عيد ميلادي الأرض اللي يمشون عليها الناس يحسبونها أرض لكن بفضل الله تغرق بالماء. يعني شكرا جزيلا أختنا الكريمة آيات، تحياتنا لحضرتها وشكرا جزيلا. يعني بس للتذكير للإخوة الكرام المشاهدين، البرنامج للإجابة على أسئلتهم الرمضانية، وهناك العديد من الأخوة والأخوات اللي ينتظرون بالاتصالات، ربما هناك برامج خاصة بمثل ما تفضلت به الأخت آيات. شكرا جزيلا أخت الكريمة آيات. عندنا اتصال من محمد أخي الكريم تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا سلام سلمك الله عيني تفضل. سيد عزيز نعم تفضل. أني طالب مدرسة. طالب مدرسة. نعم. فعندي مدرسة تصير بيناتنا مراسلات. الصوت مو كلش واضح محمد، بس قلت طالب مدرسة وراها الصوت صار مو واضح. أنت طالب مدرسة، سؤالك شنو؟ إيه ف بالمدرسة. نعم. نتصير بالدراسة مراسلات دراسة مع البنات يعني الولد والبنات؟ لا مع زميل حد بالمدرسة. زميلة. نعم زميلة. زميلة إيه ف مراسلات. واضح. فأنت تسأل على حكم هذه المراسلات صح؟ ها؟ تسأل على حكم هذه المراسلات. إيه فقط على حكم المراسلات شهر رمضان. واضح. شكرا جزيلا حضرتك أخي الكريم. وهي لو بها إشكال في كل شهر لو ما بها إشكال في كل شهر، يعني ليست هناك خصوصية في شهر رمضان لهذه المسائل. يعني إن شاء الله نسمع الإجابة من سماحة السيد بعد قليل. ما أدري كان عندك تعليق على اتصال الأخت سيدنا أو قلت سؤال أو شيء ما سمعتك. لا يعني الاسترسال في الأحلام. نعم 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 الأحلام. طيب عندنا اتصال من منو؟ علي تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله.
سيدنا بلعز احنا عندي سؤال شوية هيك، اكو شغلة صارت احنا نشتغل عمالة. نعم. اي فانا وهذا الولد اللي يشتغل وياي يعني قبل كم يوم صار جد انا على هذا اليوم اللي هسه احنا بيه، قال لي هذا اليوم ما اطلع اني وانا راسا صار عندي تسامح حلف قلت له القران تطلع. نعم. اذا ما طلعت يعني بعد ما تطلع من العمل. نعم بغضب بعصبية قلتها صح؟ اي بعصبية انا قلت له والقران حلفت بالقران قلت له القران تطلع. نعم. زين فشنو الحكومة احنا يعني اليوم اذا طلعنا او ما طلعنا شنو الاشكال ان شاء الله تسمع الجواب اخي علي. الله. تحياتنا لك وشكرا جزيلا. للتنويه فقط مشاهدنا الكريم، البرنامج ليس للإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالأحلام وتأويلها وتفاصيل من هذا النوع، فما راح نجاوب أو نعلق على أي سؤال من هذا النوع. نعم نجيب على الأسئلة المرتبطة بالشهر الكريم والابتلاءات اللي تحصل مع الناس، وحتى ممكن الأمور اللي مرتبطة بالجانب العقائدي لا بأس سيدنا. اجتماعي عقائدي أخلاقي. عندنا اتصال من منو؟ أم جنات أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أنا فزت مسابقة بالتلفزيون بمبلغ. نعم. شهر رمضان هذا يحق لي أستلمه وحرقهم علي. المسابقة عبارة عن أسئلة وأجوبة وهيك وأنت جاوبتي؟ أسئلة إيه، أسئلة علمية دينية جاوبت عليهم وفزت. واضح إن شاء الله تسمعين الجواب على سؤال. السؤال آخر أختي؟ لا لا مش. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا الأخت أم جنات. منها ننتقل إلى اتصال الأخت الكريمة أم علاء. أختي أم علاء تفضلي. أنا عندي أولاد خمسة. نعم. بس زود يبيعون يشترون يجيبون يشترون سيارات ويبيعوها قطع مدشيني ما يقولون مستحيل أبد ما يشترون ولا أسمع من غيركم يعني. نعم. عليهم ذنب لا ما يستشيروش بالعمل؟ لا أكيد أبد مستحيل لا يشيرون بلا يقولون بلا أروح يوم هم بات نوبات وهاي غير بيت بس هم ما يقولون لا احنا سوينا هيك اشترينا بعنا. هم متزوجين أم علاء؟ هم متزوجين؟ اي متزوجين وبيوتهم بس واحد قاعدة وياني وأربعة بغير بيوت. وانت متأذين؟ وبنية واحدة عندي نفس الحادة هم ما شو. يسألك السيد سؤال أم علاء إذا تسمعين السيد تفضل سيد. أقول أنت متأذين ما يشيرونك؟ متأذين حجية؟ لحظة أم علاء أم علاء أختنا الكريمة حجية. السيد يريد يسألك. أقول متأذين ما يشيروك ما يقولوا ليش لا لا يشتروا القطع يبيعون يشتروا سيارات يبيعون شغلهم عملهم ما أدري أبد ما يسولفوني. يتلقوني ويرحبون بي بس ما وذات يوم ومنوبات بس هم ما يشرفونش. نعم أنا أسمع من غير ناس من أولاد ابني من غيره من أولادكم. نعم. من بناتهم ويستوى وأبوي يستوي جيد يعني هيك أسمع. إن شاء الله تسمعين الجواب الحاجة أم علاء. شكرا لحضرتك والله يخليهم إليك إن شاء الله. شكرا للحاجة أم علاء على اتصالها. نأخذ اتصال من الأخت الكريمة أم أحمد تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أحتوي السيد؟ نعم ممكن ولكن لطفا نصينا صوت التلفزيون أو ابتعدي عنا الغرفة ثانية حتى يكون الصوت واضح تفضلي. ألو السيد تسمعني؟ أي نعم أسمعكم. سيد بلز احنا أنا صار لي 8 أيام أنا مسوي عملية مع الولادة. نعم. يصير أصوم؟ يعني صار 8 أيام والدة؟ أي عملية مع الولادة. وأعرف يعني الآن لا زال الدم ينزل؟ لا لا ماكو دم؟ بابا أنت عملية قيصرية جبتي أي في التلفزيون؟ اترك التلفزيون. نحن طلبنا من عندك من البداية أم أحمد أنه تعوفين التلفزيون. نصي التلفزيون سمعينا بس من التليفون. السيد عنده بعض المداخلات بخصوص سؤالك تفضل سيدي. اي سيد نصب التلفزيون. اي عملية قيصرية جبتي يعني عملية قيصرية جبتي. اي عملية قيصرية. زين دم انقطع الان ماكو دم؟ اي ماكو صار يومين يعني مقطوع ولا يصير اصوم؟ جيد انا اجاوبك ان شاء الله تسمعين الجواب اختي الكريمة ام احمد. تحياتنا والحمد لله على السلامة ويا رب ان شاء الله من ابناء السلامة وييسر تربيته ان شاء الله. عندنا اتصال من منو؟ محسن يا محسن تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ حياكم الله، بارك الله بك. أنا من الدوامية. حياك الله، يا أهلا وسهلا. وعندي دوام بالموصل. نعم. فطور علي كم يوم؟ بالشهر تقريبا كم يوم أنت بالموصل أخي؟ مرتين، رأسين. ماشي، إيش قد صار لك؟ إيش قد صار لك بهذا العمل؟ لا، كم يوم؟ 19. كم يوم؟ كم يوم؟ يومين. يعني يومين هناك و28 يوم بالديوانية؟ لا 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 لا، 15 هناك. 15 ب15 و15 هنا. واضح واضح. ايش قد صار لك على هذا الوضع؟ 9 اشهر. 9 اشهر صار لي. ومستمر ان شاء الله بالعمل؟ نعم. واضح جدا، ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم. محسن من الديوانية، تحياتنا لك، شكرا لك على اتصالك. اتصال الاخ الكريم علاء، تفضل يا علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، يا أهلا وسهلا. سؤال شنو عندي؟ أخوي اسمه ضياء. أخوك؟ نعم. فكل يعني مو هذا رمضان هسه الحمد لله قام يصوم، بس برمضان السابق. نعم. يعني كان يشتغل ويروح يقطع مسافة ويرجع. نعم. أو يفطر. بس هو شنو يعني متمكن وحاسة المادية جيدة. نعم. فيروح يقطع مسافة ويرجع، هاي فيها اشكال. واضح سؤال. طيب هم قضاهن هاي الفترة الأيام اللي انطلب بيهن لو لا؟ لا ما يقضيهن أبد. ما يقضيهن؟ إي ما يقضيهن. يعني بالأيام العادية خارج رمضان ما يصوم أيضا؟ لا لا ما يصوم، بس هو يحب الفوت ويحب يثبت. شلون؟ ما سمعت الأخيرة، شنو قلت علاء؟ أقول لك يحب يثبت الفلوس. يعني فلوس؟ شغل. وأنت المفروض تدعي له بالبركة وتساعده على قضاء الأيام اللي ما قضاها. مرة حاولنا وياه. إن شاء الله تسمع الجواب. علاء تحياتي لك وشكرا جزيلا على اتصالك، وتسمع إجابتك على السؤال الخاص بأخيك إن شاء الله بعد قليل من سماحة السيد للإجابة على هذه الأسئلة. أيضا مشاهدنا الكريم، متواصلين وياك في استقبال هذه المشاركات، استقبال هذه الأسئلة من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا من خلال الرسائل الصوتية اللي تصل على تطبيق المجيب اللي موجود أيضا الكيو آر كود على الشاشة، اللي بس توجه كاميرا الهاتف عليه وتقدر تدخل إلى هذا التطبيق. عندنا اتصال من مروان، تفضل يا مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أشتغل ببغداد. نعم. مش صغيرة من واسطة، اشتغل ببغداد، داوم ببغداد. نعم. البارحة اريد جي بس كلش يعني وصايم، رحت وجي صايم، اقدر اشرب مي يعني مجرد كم بس ابلغ يجي؟ ان شاء الله تسمع الجواب. زين، انت ايش قد صار لك تشتغل بهذا المكان وكم يوم بالشهر انت بهذا المكان؟ انا صار لي تقريبا 8 اشهر اشتغل هناك. زين، كم يوم بالشهر تقريبا؟ اروح 5 ايام بالشهر، 6 ايام. 5 ايام 6 ايام. واضح. والسؤال الثاني، سؤال ثاني، صلاتي يعني اصير هناك اسوي لها قصر لصلاه كامله؟ تمام، واضح. سؤال اخر مروان. لا اشكرك، عين رحمه الله. تحياتي لك وشكرا جزيلا على اتصالك اخي الكريم. تسمع الاجابه ان شاء الله على هذا السؤال. شكرا، لانه الاخوه لما يتصلون يطرحون سؤال يطول معطيات السؤال حتى تكون التفاصيل واضحه وتكون الاجابه ان شاء الله دقيقه على مقدار السؤال بالضبط. يعني عندنا مشاركه اخرى من الاخت زهراء، اختي الكريمه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقدر احصل سيد رشيد؟ السيد يسمعكم، تفضلي اختي زهراء. سيد شويه، انا عندي يعني ظروف ما اقدر انا أحكي على الهواء مباشر، بالشتاء يعني مجبوره. اذا السؤال تحسين به حرجيه بامكانك ان ترسليه على الرساله صوتيه على الارقام او على التطبيق اللي موجود على الشاشه. وتحياتنا للاخت زهراء وشكرا لها على محاولة طرح السؤال. متواصلين وياك مشاهدنا الكريم، وعدنا اتصال من الأخ عامر، تفضل يا عامر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا أنا مريض، عندي سكر، والسكر يساعدني بالتثنية، ومئين وخمسين، أفطر نفس الشيء، أصوم نفس الشيء. نعم. وطاني حب الدكتور هرش مرتي هرش يعني ما أذاني. نعم. أي والله دكتور، سيد مولاي. تمام، فسؤالك انه تصوم لو لا، صح؟
اي اصوم قريب، ما اقدر بقى، ما اقدر بقى، لازم اصوم حتى لو تقدر اصوم. زين انت من اول يوم رمضان لحد الان صايم لو مفطر؟ صار فطرت يوم واحد، خربطت وقعدت فطرت بس يوم واحد في شهر مبارك هذا يعني. ان شاء الله الله يقويك ويمن عليك بالصحه والعافيه ان شاء الله. وعيوني مولاي، عيوني تعبانات كلش، وريحه الكربله وغبار، وهذا بعد نفس الشيء. تتاذى عيونك بالصيام؟ ايوه. لا من السكر، من السكر، من قبل الصيام انا عيوني مسويه. واضح واضح واضح. انك مشكور. تحياتي لك والله يمن عليك بالعافيه ان شاء الله ويشافيك اخي الكريم عامر، شكرا لك على اتصالك. اذا متواصلين وياكم بالاجابه على الاسئله، الان راح ننتقل من الاسئله الى الاجابه على الاسئله، نكتفي بهذا القدر من الاتصالات. سماحه السيد مرينا بي او مرت بينا مجموعه من الاتصالات، راح نتجاوز سؤال الاخت ايات لانه ما مرتبط بهذه الامور، تاويل رؤيا ومشاكل. سؤال من الاخ محمد، كان طالب مدرسه يسال عن مراسلات، سماها مراسلات دراسة مع زميلة إلى بالمدرسة أو بالمعهد. في واقع الحال يعني حسب تعبيرنا من حام حول الحمى، حسب تعبير الحديث الشريف، من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، يعني اللي يدور حول المكان الخطير قد يقع فيه. فنحن في واقع الحال باعتبار أنه الأخ شاب والزميلة شابة، نعم، والتواصل خاص لا يشرف عليه أحد وليس بوجود أحد، هذه الخلوة هذه الخصوصية في الواقع قد يكون ثالثهم الشيطان كما ورد في الرواية، ما من اثنين إلا وثالثهم الشيطان. فإحنا من باب مقدمة أنه مقدمات الحرام الإنسان يبتعد عنها حتى لا يقع. نعم. نفس المراسلة لا إشكال فيها، نفس المراسلة العلمية لا إشكال فيها، ولكن أقول هناك قد تكون عوامل تجر الإنسان إلى أنه يفتح موضوعات ويصير نوع من المودة والجذاب والإعجاب، وهذا يجر إلى ما لا يحمد عقباه. نعم. فلا ننصح للأخ الكريم إلا اللهم أن يصبح جروبا، جروب ومجموعة بشكل عام يصير الكلام، أما الخصوصية هل يمنعها على نفسه؟ أنا أخاف عليه. لا في شهر رمضان ولا في غيره. في شهر رمضان وغيره، هذه قضايا ليس لها خصوصية. لا. لأن هو سأل قال في شهر رمضان. لا حبيبي، في كل وقت الإنسان لابد أن يجتنب حسب تعبيرنا موضع الشبهات. موضع الشبهة يعني مكان تقع فيه. لذلك من وضع نفسه في موضع الشبهات لا يلومن إلا نفسه. فدير بالك يا ابني. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت ملاك سألت، أول شيء طلبت من حضرتك الدعاء لها لأنها مريضة، وثانيا السولفة قالت أنا مريضة عندي هبوط وفقر دم ولما أصوم أتأذى أكثر يعني، فهذا كان سؤالها الأول، بعدين ننتقل بقية أسئلة. وهي من صامت، كانت صايمة وما شاء الله وصوتها ووضعها إن شاء الله ما بي شيء أختي، ويعني علي حالة تلقني نفسك إن شاء الله، أنت حسب تعبير والدي أنت بطلة وشجاعة وقوية إن شاء الله. إن شاء الله. والله يساعدك، كما اليوم 14 يوم أنت قضيتيها بالصوم، إن شاء الله تقضين بقية. اللهم أمين. الله يعافيك إن شاء الله. أختها حامل، مسوي عملية ربط بين هلالين، وطبيبة مانعتها من الصيام، فما حكمها؟ ليس يعني ليس لكلام الطبيب حجة إلا إذا كان الطبيب حاذق وكلام دقيق. أما الطبيب يقول للصومين، هذيك الطبيبة يمكن أصلا هي ما ملتزمة، يعني ما عندها حسب تعبيرنا أهمية. نعم. فإحنا نشوف أنه وضع المريض، المريضة إذا كانت، أو هي ليست مريضة حامل، بس هو خوفهم على الجنين لأنه مهدد بالإسقاط أن يسقط. نعم. فهل الصوم يؤثر عليه؟ هذا لابد الإنسان هو يعرف الأمور هذه، ولا يمكن لنا أن نقول لها صومي أو لا تصومي، واقع الحال. نعم. لابد هي تجرب نفسها أو ترى نفسها أنها قادرة، إذا كانت قادرة فلتصم، وإذا كانت غير قادرة وحست بضعف ومشاكل فتترك الصوم رعاية. أحيانا مثل هذه الحالات سيدا ممكن على الأم يبين شيء، ولكن على الجنين ممكن يعني يكون لا ندري إنصافا. نعم. فاللي يحدده هي نفسها صاحبة الشأن مع الطبيب، الطبيب الحاذق المتدين. أحسنتم سيد.
أختها انتقلت لغير محافظة وتسوي مجالس حسينية معتادة والآن ما تقدر. هي عادة عادة سنوية، فإذا ما استطاعت على حال لا حرمة ولا إشكال على ترك هذه المسألة. تمام. وزوجة أخيها حامل فطرت لأن زوجها رافض، قال لها فطري مو زين عليك. احنا اعتقد في حلقة هنا نتكلمنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أنا ما أطيع زوجي حتى أعصي رب العالمين، ما يصير. نعم. زوجك مو هو الله ولا مشرع ولا مفتي. زوجك يخاف عليك، يخاف على الجنين. أنت إذا شوفين نفسك أنت قادر على أن تصومين فيجب عليك الصوم ولا يجوز لك الإفطار يا بنتي. أحسنتم سيدنا الأخ علي، يعني سأل عن حلف بالقرآن بلحظة غضب. شوف أخي الكريم، أنت لما تقول له إذا ما تطلع والقرآن أطردك، هذا يمين، وهذا يمين وإن كانت ليست يمين شرعية. يعني لو كنت قال والله كان عليك على حال، ولكن استغفر الله سبحانه وتعالى. وبعض الأعلام يحتاطون بالكفارة، بعض الأعلام يحتاطون بالكفارة أنه تطعم 10 مساكين. طبعا. ولكن الاستغفار يكفي. ما له علاقة في حالة غضب أو غيرها سيد؟ لا، هي غضب، شنو الغضب؟ يعني هو ما الغضب مو أنه فقد عقله. نعم. الغضب إذا فقد عقله لا يدري ماذا يفعل، يكسر هذا وما يدري، هذا لا صار عصبي، قال والله يقول القرآن إذا ما تطلع أطردك، بس ما يدري طرده يشتغل. الاستغفار، استغفر الله واحتياطا كفار. إيش قد قيمتها سيدنا؟ شلون طريقتها؟ مو قيمة، 7 كيلوات ونص، ينطيها 10 مساكين، كل مسكين 750 غرام من الطحين أو التمة. طيب، أم جنات تقول فزت بمسابقة من هذه المسابقات اللي بالتلفزيون هذه الأيام. هنيئا لك، هنيئا لك، إن شاء الله تفوزين في مسابقة الآخرة. اللهم آمين، يعني لا إشكال فيها. لا إشكال فيها. طيب، الأخت أم علاء سألت عن أبنائها 5 اللي ما يستشيروها بأمورهم الحياتية سيد. والله ضحكتني هذه، يعني امرأة تقول ليش انتوا كل شيء تسوون انا ما ادري. حجية قضايا التجارة والحياة وهذه هم ما يشوفون انه جنابك انت عندك مثل خبرة، يقول خلي خبروني. فنقول يا جماعة خبروه، ليه يعني تتأذى؟ فحجية مو حرام عليهم ما يخبروك، ومو حرام عليهم ما يذكرونك، يعني ما يذكروك، ولانه قضايا خاصة وامور خاصة. ولكن احنا نقول لهم يا بسولفوا، سولفوا الحجية سوالف أخرى اللي هي على حال لا تقعد فقط. نعم. تنظر إليه. هي قالت من أحكي مرات ويا أبنائهم أفتهم من أبنائهم اللي قاعد. إيه، فجاي تتأذى يعني. نعم. بس أنتوا على حال خبروها بشيء اللي على حال من باب الإخبار مو استشارة. قول سيدة متى ما عاد خبر ما يخالف. ماما ادعينا اشترينا قاع بيها خبزة، يما ادعينا اشترينا سيارة بيها كم ورقة، لا بأس تكيف. لو ما يتكيف أنا ويا ريت أمي كل يوم أقول لها شو سوي حتى تدعي لي. الله يوفقهم إن شاء الله. الأخت أم أحمد عملية ولادة صار 8 أيام وحضرتك داخلتها سألت سؤال خاص وجاوبتك سيدنا. لا تدخل أختي الكريمة، لما انقطع الدم يعني انتهى النفاس، النفاس بحال نزول الدم. إذا انقطع الدم يومين انقطع الدم خلص نفاس لما كنته، يعني نفاس يومين. نعم، بعض النسوان الفقهاء يقولوا النفاس أقله لحظة. نعم. وأكثره 10 أيام. أكثر من 10 ما يصير. ماكو. فأنت يوم 8 ويوم 6 انقطع الدم خلص، راح يغتسلي غسل النفاس وصومي وصلي. بابا صومي وصلي. يقول عندي طفل سيدة أنا جاء رضعة وحليبي ما يلحق. إيه، إذا كان الرضاع، إذا كان الصوم يؤثر في رضاع الطفل، أنت يعني مرخصة لا تصومي، بس قومي صلي بابا صلاتك، قومي صلي. أحسنتم سيدنا. الأخ محسن من الديوانية داوم بالموصل صار له 9 أشهر، 15 يوم هنا 15 يوم هنا. في واقع الحال الأخ الكريم يعني 15 يوم في الموصل يصلي تمام ويصوم لأنه هو مقيم. نعم. 15 يوم في بيته نفس الشيء، ولكن سمحت السيد يقول هل 15 يوم بعيد عن بيتك هو كثير سفر؟ يعني في حال السفر. نعم. فحتى بالطريق يصلي تمام يصوم، يعني مو بس بالموصل ولا بس بالديوانية. أحسنتم. وبأي مكان يروح لسيد؟ بلي. راح للرضا يزور سلام الله. أحسنتم. يصلي تمام يصوم. على أخوه في رمضان السابق كان يشتغل فيقطع مسافة ويرجع يفطر. هذا المفصل الأول من السؤال سيدنا. المفصل الثاني اللي أنا استوضحت عنه أنه ما يقضيهن.
طريقته حلوة، أنه أنا ما يعني ما أبطل صومي بس على أساس الشغل، لا أروح أسافر أقطع مسافة وأرجع حتى أشتغل وحتى أفطر وأنا بعذر شرعي. ممتاز. نعم. ممتاز. ولكن الأخ متأذي من شيئين، أخوه متأذي من شيئين. أول يقعد عنده فلوس، خليه يقعد يصوم. نعم. ليش يسافر متأذي؟ نعم. يقول هذا عنده فلوس، إذا ترك العمل ما يموت من جوع، عنده خو أقعد قول يا أبا أنا عطل شغلي في سبيل رمضان، أصوم رمضان وحصل على فضائل رمضان كافي، ركض ورا الدنيا. هذا حكاية قلب أخوه. نعم. فهمته. نعم. فنقول له يا أبا سيريد يشتغل خليه يشتغل، ولكن يقول أنه من يفطر ما يقضي في الأشهر الأخرى، قضاء عليك. الإشكال على هذه أنه لماذا لا تقضي؟ فإنه من فات عليه رمضان بعذرين، وانت سافرت عذر بعذرين، فإن هذا العذر لا يعني سقوط الصوم عنك بالمرة، لابد شنو؟ لابد من القضاء. نعم. لابد أن تقضي ابني. فإذا إحنا نصيحتنا أنه تقعد عن العمل حتى الصوم وتحصل على فضائل وبركات رمضان، ولا تلهث كثير وراء المادة، خلي لمعنوياتك وأمور دينك حصة. هذه أنا أوافق أخوك في هاي النظرة. ثانيا ما عليك من القضاء يجب قضاء. زين، هو عبر السنة سيدنا ودخل بشهر رمضان الثاني ويعطي كفارة، كفارة تأخير القضاء. نعم. كل يوم 3/4 الكيلو طحين إضافة للقضاء يعني. أحسنتم سيدنا. الأخ مروان سأل عن، هو يشتغل ببغداد، هو أصلا من واسط، فهو صار له 8 أشهر 5 أيام 6 أيام بالشهر يكون في بغداد، فيسأل عن الصوم والصلاة الجانب الثاني الصلاة. هو يقول البارحة أنا عطشت فشربت ماي. هو كثير سفر، لأنه 6 أشهر عنده الشغلة هذه، 5 أيام بالشغل يوم يرجع لأهله، هو كثير سفر على هالأساس، وما كان مفروض أن يفطر، بس يقول أنا وصلت إلى حد شنو، حد الاضطرار. عفوا سيدنا، 5 أيام شهريا؟ لا، يقول 5 أيام أروح وأرجع. ما أدري عن اللي فهمته سيدنا 5 أيام أو 6 أيام بالشهر بالحالتين نسمعنا. فإذا كان تقول أنا 5 أيام أشتغل وأرجع لأهلي وهكذا، فأنت كثير سفر، يعني بالشهر أنت 20 يوم برا البيت، واضح حبيبي، و8 أيام بالبيت أو 10 أيام بالبيت، فأنت كثير سفر. إذا كان هالشكل، إذا تقول لا بالشهر بس 5 أيام، بس 5 أيام شغل، إذا هالشكل أنت عليك إفطار أصلاً. بس أنا اللي فهمت من عنده. نعم. الأخ مروان أنه لا، هو عامل، ولد يشتغل بين الصويرة وبين بغداد. نعم. فأنت على حال تبقى صايم، بس أنت ما دام اضطريت وشربت هذا حسب تعبيرك كمعة ماي، ما يخالف إن شاء الله، مو حرام عليك، بس تقضي ذلك اليوم. أحسنت. بس قضاء. قضاء فقط. بني. الأخ عامر مريض بمرض السكري ويصعد درجات عالية السكر عند سيدنا، فيقول أصوم أفطر نفس الشيء، نفس الأذية اللي أتأذاها، فيسأل عن حكم صوم سيد. في واقع الحال يعني الولد يقول أنه الصوم، عدم الصوم هو نفس الحالة، يعني ما أكفت شيء، بس يقول عنده في نظره ضعيف كذا. فإذا كان الصوم يضرك ويزيدك ضررا، الصوم يزيدك ضررا في بصرك وفي كذا، فلا تصوم. إذا كان يزيد، إذا يقول لا سيدنا كل واحد، أنا هذا وضعي، أصوم ما أصوم، هو على حال الصوم أولى. أحسنتم سيدنا. إحنا الأسئلة انتهت، ولكن عندنا 2.5 دقيقة تقريبا من وقت البرنامج، فأطلب من حضرتك لطفا أن تحدثنا عن من صام صامت جوارحه بشيء من التوجيه. في واقع الحال كثير من الأصدقاء يتصلون ورسائل تجينا، إحنا يومية أستاذ مرتضى عبر تطبيق المجيب تصلنا تقريبا 800 مسألة شرعية. ما شاء الله. هاي مسائل شرعية نجاوب عليها، ولكن أنا أدعو الإخوان لا يسألوا، أن يبحثوا، يعني لا تسأل، ابحث، لأن يعني كل هالأسئلة موجودة، فحتى لا يروح الوقت ولا يزاحمون الأخوة اللي يجاوبون، ابحثوا في التطبيق، فإن موجودة خانة بحث سيدنا. بل ابحث، لما كاتب بحث اكتب أنه يابا مثلا صامت جوارحه شنو معناته مثلا. نعم. أو أنه الجنابة شنو حكمه وما إلى ذلك، فالبحث مهم جدا. وأنا تجينا أسئلة في هذا المجال، شوفوا بابا الله سبحانه وتعالى لما يقول لي يا ابا انت صوم، ايش يريد من عندي؟ بس يجوعني، يجوعني ويعطشني، ياذيني بس هالشكل؟ لا، جل الله من ذلك. الله ما يريد ياذي الانسان، الله يريد في الواقع يجعل شيء على العبد
من خلاله يحصل على أشياء أخرى، يعني أهداف أخرى. أنت لما يجوعك يريدك تشعر جوع المرضى، جوع الفقراء، جوع الناس اللي ما عندهم. لما تعطش حتى تتذكر عطش يوم القيامة وشون أنت يوم القيامة وعطشان، ومن اللي راح يرويك وما يرويك إلا العمل الصالح. هذه في واقع الحال إعطاء حسب تعبيرنا، شو سموا أنتوا باللغة مالتكم، بروفة، تمرين وتأهيل، أنه أنت في واقع الحال تعيش حالات المحتاجين والفقراء والمضطرين حتى تشعر بهم، كما في الحج. نعم. لما يقول للغني والفقير انزعوا أثيابكم، البسوا الإحرام، كلكم في حال سواسية، حتى لا يميز الفقير عن الغني، والكل تحت راية واحدة وهي الله لبيك اللهم لبيك. الله يريد من عندنا خلق أخلاقيات وسلوكيات وروح تربوية مهمة في داخلنا. فلما أصوم خلي يكون صومي كما أصوم عن الأكل، أصوم عن السب والشتم، أصوم عن الغيبة والبهتان، أصوم عن الظلم والعصيان. نعم. هذا الصوم، صوم الجوارح مهمة جدا، وصوم الجوانح أيضا مهمة، على أن لا أنوي الغلط، لا أسيء الظن بالناس، لا أتجسس على آخرين، لا أسقط الناس، هذا كلش مهم. ولا بد الإنسان كما يترك المفطرات المعروفة العشرة، نعم، كما يترك المفطرات العشرة يترك المعاصي ولا وما أمر الله سبحانه وتعالى أن يتركه الإنسان. نعم. سواء كان من القضايا الجنسية والقضايا الشهوية والقضايا المالية والقضايا السلوكية. البعض يستثمر شهر رمضان سيدنا في التخلص من بعض العادات السيئة في غير من الأشهر. جميل يعني. جميل. أنا أعرف أشخاص واقعا تركوا قضايا، قال سيدنا أنا الفحش تركته من رمضان، كنت فحاش، يقول كان لساني كلش بذيء. واحد قال أنا تركت السجارة من رمضان بعد ما أشرب. أكو حالات جيدة على حال يمكن إنسان يستثمر. نعم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به. سلمكم الله تعالى، بارك الله، حياكم الله سيدنا، ولا تنسونا في دعائكم. سلمكم. وأيضا الشكر لكم مشاهدنا الكريم على طيب التواصل والمشاهدة. شكرا لمن فتح باب قلبه وباب بيته وشاشة تلفازه لنا. لنا لقاء إن شاء الله في الغد معكم بإذن الله، ومن الآن نهنئكم بذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى. شكرا، في رعاية الله وحفظه.